احتفالات حاشدة تعم مدن ما يعرف بجمهورية أرض الصومال إحياء لذكرى الانفصال. احتفالات هذه السنة تميزت بمراسيم احتفالية كبيرة شاركت فيها جميع المؤسسات الحكومية وقوات الأمن والجيش، إظهارا ربما ما تتمتع به البلاد من الاستقرار مقارنة ببقية الصومال الذي تمزقه النزاعات. هي مناسبة يراها الشماليون أنها تستحق الاحتفال والابتهاج، كونها أنهت سنوات طويلة يقولون إنهم عانوا فيها من كل صنوف القمع والظلم بيد النظام الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل سياد بري. وربما أرادت النخبة الحاكمة في البلاد من وراء الاحتفالات هذه في هذا العام بذل كل ما في وسعها من أجل إقناع الأسرة الدولية بالاستجابة لمطالبهم التي أولها وآخرها الحصول على المشروعية الدولية. ندعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بجمهورية أرض الصومال، ونحن نؤمن أنها تمتلك كل الشروط المطلوبة لدولة ذات سيادة، ويستحق شعبنا وبلادنا أن يعيش في حرية تامة. ولعل التداول السلمي للسلطة الذي شهده الإقليم قبل أشهر قليلة قد جلب له مزيدا من الاهتمام الدولي وجعل سكانه متفائلين بقرب الحصول على الاعتراف، داعين المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في تعامله تجاه ما يعرف بجمهورية أرض الصومال. لقد تحقق لنا كل شيء، الاستقرار والعدالة والديمقراطية، وأنتم ترون مدى استمتاع الناس بهذه الاحتفالات، إذن فلا داعي للمماطلة في الاعتراف بنا. فالجيل الجديد الذي لم يعرف فترة ما قبل الإعلان عن الانفصال يعيش هذه الذكرى بشكل مختلف. بفرحة عارمة وترديد عبارات منادية بالتمسك بخيار الاستقلال والانفصال، يسترجع الشماليون في هذه السنة ذكرى الانفصال عن باقي الصومال. عمر محمود، الجزيرة، هرقيسة.